ليه مش عايزين تفرقوا او تفصلوا ان الكلام ده ممكن يحصل في بلد زي مصر مع الوضع في الاعتبار ان احنا كنا مهددين لده خلال السنين اللي فاتت. طب هو بنقول فيه نسخة او جيل وجيلين، جيل حقوق الانسان الاول وجيل التاني. الجيل الاولاني كان حرية التعبير والرأي كويس، طب والجيل التاني بيقول لك الاقتصاد والاجتماع مش كده، والصحة والامور الاخرى. طب ما يعني قولوا دي وقولوا دي، يعني قولوا انك انت شغال هنا كويس ومحتاج لينا ملاحظات في النقطة. لكن انت بتيجي بتتكلم وكأن ما فيش في مصر غير القضية دي. القضية دي لا تعكس الرأي العام في مصر، وانا مش بقول كده عشان قاعد في المكان ده، لا لا، انا دايما اقول انا مستعد في كل سنة اعمل انتخابات في مصر، كل سنة اعمل انتخابات، بس قلت شرط واحد، تمن تكاليف الانتخابات ادفعوها انتم. انا بتكلم بجد، مستعد اعمل انتخابات كل سنة، ولو المصريين وتعالوا كل المنظمات الدولية، للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، المنظمات المجتمع المدني، تقف على اللجان والناس اللي قالت لأ حسبهم يمشي. ومش هو ده المعيار ولا إيه؟ ولا إرادة الناس مش معيار؟ إرادة الناس في مصر هي المعيار، والناس في مصر مش عايزاني أو مش عايزانا نمشي على طول ويجي حد تاني. ده الكلام النهائي، غير كده يبقى عبارة عن محاولة للإساءة وتشويه شكل الدولة. طب ليه بنعمل كده؟ احنا بندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا، وبنحرص دايما على ان احنا نكون عامل ايجابي في كل التحديات والمشاكل الموجودة في العالم. فبرضو تحرصوا على ان احنا تحافظوا على يعني على هذا الصوت يعني العاقل يعني.